بونسوار بونسوار اي بيانفوني في هذه الحصه ديال لورتوغراف واللي كتجي في السيمين ديال لا روميدياسيون اي كونسوليداسيون. الوغ غادي نشوفو نجاوبو على هاد لي زيكزيرسيس هادو مع ما يكفي وما يلزم من الشرح. تبعوا معايا. لا بروميير كيسيون عندنا انديك لو جونغ اي لو نومبر دو شاك ادجيكتيف. عندنا ستة دي زادجيكتيف هنايا وغنحاولو نقولو لو جونغ ديالهم واش فيمينا ولا ماسكولان و لو نومبر واش سينغولي ولا بلوريال. بحال هاد المسألة هادي كنلقاوها دايما ملي كنقلبو على شي كلمة في الديكسيونير قبل ما يعطيونا الشرح ديال في الديكسيونير كيكتبو لنا واش هي ماسكولان ولا فيمينا واش هي سينغولي ولا بلوريال. اون فافواغ. الوغ عندنا سيش فيمينان سينغولي. لو بلوريال كنعرفوه عندو اس ولا اكس على فان، مي هنايا ما عندنا حتى شي وحده فيهم، ولكن لو ماسكولان ديال سيش راه هو سيك، الوغ هادي فيمينان سينغولي. غو هي ماسكولان سينغولي، ولكن هادي نفسها نيت ممكن تكون ماسكولان حتى بلوريال. داكوغ. شنو هي معنى غو؟ غو هي واحد اللون مثلا، بحال كيكون هذا اللون حتى عند الانسان، هو اللي كيكون البنات مثلا باغ اكزومبل ولا حتى ولاد الشعر ديالهم احمر ماشي زعر، احمر، وكيكون في الغالب وجههم فيه واحد النقيطاس، هذاك النمش، داك النقيطاس ديال النمش، مناطق كيسميوها النمس. فوالا. الوغ ناتوريل راه عندها اس الوغ بلوريال، مي هادي راها ماسكولان بويسك لو فيمينان عندها دو زيل او اس. ماسيف ماسكولان باسكو لو فيمينان عندها اون دي ماسيف، الوغ ماسكولان سينغولي. سونسيبيليزي غنشوفو هنايا واحد دو زو اكسون، هادي راه فيمينان اي سينغولي باسكو ما عندها لا اس ولا اكس ديال، وهادي نورمالمون كيكون عندها اس، فوالا ما عندهاش لو اس بي بلوريال. لو دوزيام اكزيرسيس عندها كومبليت باغ لي غروب نومينو دوني او ماسكولان بلوريال بوي او فيمينان بلوريال. عندنا هنايا دي فراز وعندنا هنايا دي غروب نومينو بحال ان كليما سيك اي شو هنايا. تري بيان. الوغ غادي نكملو بيهم في هاد لي فراز، ومره غيكون عندنا ماسكولان مره فيمينان، الاولى ماسكولان الثانيه فيمينان، الاولى ماسكولان الثانيه فيمينان. اون فافواغ. الوغ غنقولو دي زوندغوا سيك اي شو، غنزيدو لها اس اس باسكو سي لو ماسكولين. مي غنقولو في العكس ديالها غنقولو دي بلاس سيش، هادي راه فيمينان ولو فيمينان ديال السك هي سيش كيما شفنا هنا. اي شود غنزيدوها او اس. ان بيزاج مونطانيار اي سوفاج، واحد المنظر جبلي و سوفاج. شنو هي سوفاج؟ هي مازال ما وصلوش الانسان، مازال ما دار فيه الانسان والو، مازال على طبيعته. دي بيزاج مونطانيار نزيدو لها اس، سوفاج حتى هي نزيدو لها اس. دي فيو يعني واحد المنظر، واحد البلاصه منين كنطلو منين كنشوفو. اون في، اون في راها فيمينان، غنقولو مونطانياغد سوفاج بحالها بحال لو ماسكولان بلوريال، بحال لو فيمينان بلوريال، ما كتبدلش. ان اونسيان ستيل ديباسي، واحد ستيل قديم متجاوز، غنقولو دي زونسيان، هادي راه ماشي او، هادي راه او، فوالا او ان اس اونسيان، داكوغ. ديباسي مي غنقولو دي زونسيان ميثود، بعض الطرق القديمة المتجاوزة. ديباسي عندنا دو زو اكسون اس. ان غران وازو مارون، واحد الطائر كبير بني، غنقولو دي غران وازو مارون، غنزيدو هنا اس وهنا اس. غنقولو دي غراند بلونت نباتات، الوغ اون بلونت راها فيمينان، غنقولو غراند غنزيدوها او اس، مي هنا غنقولو مارون بحال هنا بحال هنا، ما كتبدلش. داكوغ، رد معايا البال. هاد مارون عندك شي واحد يمشي يتجر ويدير لها هنا دو زين او، بحال مثلا فاش كيكون عندنا شي شي كلمات. فوالا، نعطيو شي جوج الامثله ولا شي واحد بعدا او موا. فوالا، عندنا مثلا بون في لوبينا كنقولو بون كنزيدوها ان او، مينيون كنقولو مينيون كنزيدوها ان او، مارون بالنسبه للون البني راه بحال لو فيمينان بحال لو ماسكولين، ما كنزيدو لا او ولا ان، كتبقى هي هي مارون مارون. Le troisième exercice, pour chaque phrase, je relève le verbe conjugué et je justifie sa terminaison. L'exemple,
نغلوفي ولو تاغ لو فيرب ونديرو لا جوستيفيكاسيون غنحدو حتى لا تيرمينيزون فوالا عندنا ان فغي سيتويان نو بولي با لونفيرونمون لو فيرب هو بولي لا تيرمينيزون هي او لا جوستيفيكاسيون علاش هاد لو فيرب درنا له لا تيرمينيزون تيل تيل فوالا علاش باسكو لو سوجي اللي هو ان فغي سيتويان ان راها masculin singulier un vrai citoyen c'est un citoyen parce que le féminin on dit citoyenne voilà alors c'est ça la justification de que chili radin dirou ma hadou hnaya li baqiin voilà عندنا nous arrosons notre jardin hna kansqiou le jardin dialna le verbe wa arrosons la terminaison ons la justification le sujet nous est à la première personne, il y a personne du pluriel. La première personne du pluriel, il y a nous. Peux-tu m'expliquer ce phénomène? Le verbe ou peut. La terminaison, il y a X. Le sujet est à la deuxième personne du singulier. La deuxième personne du singulier, il y a tu. La tempête dégrade les maisons. L'asifa, yani dammarat l'manazil. Dégrade, ou le verbe. La terminaison, il y a E. Le sujet, la tempête, est masculin singulier. Le sujet est à la troisième personne du singulier. Voilà. Mon frère et moi nettoyons notre chambre. Le verbe nettoyons, la terminaison ons et la justification en goulot. Le sujet, mon frère et moi, est un masculin pluriel. Mais ma kafièche. Très bien. Zido, masalan, à la troisième personne du pluriel. Quatrième exercice, on recopie les phrases avec les sujets proposés. Fais attention à l'accord. On va donc les phrases qui nous ont donné, mais on va utiliser le sujet. On a cette ville, on va utiliser ces villes. Mais on va l'accord, l'accord des verbes ou les adjectifs. Les adjectifs, on n'a pas la plupart, on a des verbes. Alors, on va dire cette ville est moins polluée. Ces villes sont, on a le pluriel, le verbe, on dit au pluriel, sont moins polluées, mais on dit au pluriel, on dit de la S. Les usines crachent de la fumée, le massané ou le ma'amil tulqi l'adrina. L'usine wahed crache, on dit au singulier, de la fumée. Le jardinier arrosait le jardin chaque semaine, le boustani kan kayski jarda hadika. كل سيمانة كل أسبوع لي جارديني أغوزي غادي نديرو لو فيرب أو بلوغييل وغاتكون لا تيرمينيزون ديالو أ إي أو إن تي لي جاردان شاك سومين غير واحد الحاجة هنا راه ممكن نديرو هنا لي جارديني أغوزي لو جاردان غير واحد بلا ما نحولو هادي لو بلوغييل حتى هي صحيحة يعني ممكن يكون عندنا في حديقة واحدة جوج لي جاردينيي ثلاثة أربعة خمسة أو أكثر كاع سي بيان لي سيتويان كراني le réchauffement climatique, mouatinin qui khafoum l'ihtibas l'harari, ou là, l'association environnement, l'jem'iyya l'bi'iyya, ou la jem'iyyat l'bi'a, craint, yatkhaf, le réchauffement climatique. Climatique. On a le dernier exercice. On a deux listes. Liste 1, il y a les animaux, l'eau, l'air, les enfants, les arbres, la prairie, d'où ce sont des groupes nominaux. وعندنا هنايا لا ليست 2 فيها دي فيرب الوغ اللي مطلوب منا هو نكونو دي فراز ونستعملو ان غروب نومينال من هنا وان فيرب من هنا سي بيان الوغ غادي نقولو لي زانيمو خدينا هادي سوفر الفيرب سوفرير دو لا ديفورستاسيون كيعانيو من هاد تدمير الغابات لو اي فريش استعملنا لو فيرب اتر الماء عذب لير a été pollué, l'hawa tamma talwithuh, les enfants nettoient le parc du quartier, l'atfal kinthfo l'hadiqa dial hay, les arbres nécessitent beaucoup de respect, l'ashjar katstallab bzaf dial ihtiram, la prairie se trouve au bord de la rivière, la prairie hiya l-mara'i toujad ala difaf al-anhar aw l-nahr, c'est bien. C'est la fin de cette séance. Kentmen lkom l'istifada. Sadiqan kentmen lkom l'istifada. Abonnez-vous.
بارطاجي الفيديو الى عجبكم، ديروا لايك، كتبوا كومنتير شي حاجه ما فهمتوهاش، شي حاجه درس عاد جاي تبغوا نطرقوا له. والاساس راه مزيان، اجتهدوا مزيان. Au revoir.